السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي وهداك. نتمنى تكونوا كلكم بخير. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على عجينه الميني بيتزا، اللي هي عجينه واعره بزاف، لانها بلا دليك بلا مجهود بلا حتى شي حاجه، سهله في الخدمه ديالها، وفي نفس الوقت كتجي واعره بزاف، كتجي رطبه، كتجي فيها مذاق، يعني ماشي غير عجينه وصافي، بالعكس فيها واحد المذاق زوين بنينه. المهم البنات، ما نطولش عليكم في الهضره، بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. وبالنسبه للبنات اللي مازال ما اشتركوا في القناه، فما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك، وايضا على زر الجرس باش توصلوا بالاشعارات. المكونات، غادي تحتاجوا 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للكاس اللي عبرت فيه فهو هذا الكاس ديال الشاي، 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض. غادي تحتاجوا 3 ديال المعالق كبار ديال الحليب المجفف ولا الحليب بودره. غادي تحتاجوا ايضا واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر للتنسيم. غادي تحتاجوا واحد المعلقه كبيره ديال السكر، وواحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. غادي تحتاجوا ملعقه صغيره ديال الملحه، وملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود، تقدروا تستغناو عليه، هذا كيبقى اختياري. وغادي تحتاجوا كاس الا ربع ديال الزيت الزيتون. غادي تحتاجوا ايضا شويه ديال الماء دافي، الماء على حسب الخليط. كنزيدو في الماء ونخلطو حتى كنحصلو على هذا الخليط سائل بحال هكا. غادي نبلعو داك اولا نغطيو داك العجين مزيان بالبلاستيك الغذائي، كنحاولو نسدوه مزيان بالبلاستيك الغذائي، وكنخليوه يخمر حتى كتفاعل ديك الخميره. المرحله الثانيه، فغادي تحتاجوا جوج ديال الكؤوس ديال الفينو او الدقيق الاصفر، بطبيعه الحال العبار في نفس الكاس اللي وريت لكم في الاول. وغادي تحتاجوا جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، وواحد الخميره كيماويه. كما كتشوفوا هنا فاش كتفاعل داك الخليط، بحال داك السلوفان بحال كيطلع شويه، وداك الخليط كيضاعف الحجم ديالو. فهنا غادي نضيف هذاك الكميه ديال الدقيق الاصفر والدقيق الابيض والخميره، وكنخلطو مزيان. وفاش في التالي كيخصنا غادي نزيد واحد شويه ديال الدقيق على حسب نص كاس ديال الدقيق. المهم نتوما كتزيدوا في الدقيق حتى كتحصلوا على واحد العجين ما كيتلصقش، ولكن في نفس الوقت كيكون رطب، يعني ماشي قاصح، غير باش ما كيتلصق لكمش وصافي. يعني غادي تقدروا تزيدوا واحد نص كاس ديال الدقيق.
كنقسموا العجين لخمسة ديال الاقسام وكنشكلوهم الكويرات، كنغطيوهم بالبلاستيك، ومن بعد كنبقاو كنسرحوا وكنقطعوا يا اما بالقطاعه يا اما بشي حاجه عندكم على الشكل الدائري ديال لي ميني بيتزا. كيف ما انا هنايا قطعت بواحد الغرافه صغار، فهما اللي استعملتهم وقطعت بهم. صافي، من بعد ما كتقطعوهم كتقبوهم بالفورشيت غير باش ما يتنفخوش من الوسط بزاف، وكديروهم في الفرن يطيبوا. بالنسبه للطياب فكتبوا غير نص طيبه، يعني من التحت ما تخليهمش يتحمروا بزاف، فغير كيشدوا راسهم صافي كيكونوا مزيانين، لان الا تحمروا اولا يعني داروا طابوا مزيان، ففاش غادي ديروا الحشوه ديال البيتزا وغادي تعاودوا ترجعوا من الفرن غادي بحال لا يقساحوا، يعني غير كيشدوا راسهم وكتحيدوهم من الفرن. هاد هما لي ميني بيتزا من بعد ما طابو، فكيجيو واعرين بزاف، غير شنو هو ما تخليهمش يطيبو بزاف. كما كتشوفوا انا شي وحدين تحمروا ليا واحد شويه، فات لهم شويه الطياب، بصح ماشي مشكل. الاغلبيه طاب لي يعني مزيان، نص طيبه بحال هكا كما كتشوفوا هذه، فخصي يطيبو غير بحال هذا الشكل هذا. كيجيو واعرين بزاف، المذاق ديالهم بنين. وبالنسبه للكميه فكيديروا كميه وفيره، بحال مثلا هذا المقدار ديال اللي عطيتكم ديال العجين، فكيخرج لكم تقريبا 60 قطعة، 60 قطعة ديال البيتزا. هنا غادي ندير في هاد البلاستيكات، غادي نحاول نقسمهم على يعني كل بلاستيكة ندير فيها 10 ديال لي ميني بيتزا، هكا كيسهل عليا فاش نبغي نجبد ونديرهم ونستعملهم. يعني نتمنى البنات الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، إن شاء الله غادي ندير لكم حتى الحشوة يعني اللي غادي نديرها من الفوق يعني ديال البيتزا. ما تنساوش تشاركوا في القناة كيف ما قلت لكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الإشعارات، وتخليوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو، فتعليقات كيحفزوني باش أنني نزيد فيديوهات كتر. شكرا بزاف البنات على المشاهدة، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.